شاركت دولة الكويت من حرصها على الوجود في هذا التحالف الدولي لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي داعش، وهي يعني تلبية لدعوة كريمة من معالي الوزير ريكس تيلرسون لدول التحالف، ولأهمية الموضوع شارك 54 وزير في هذا الاجتماع اليوم في واشنطن، ودول التحالف كما هو معلوم 68 دولة. كانت فرصة لاستعراض استراتيجيات القادمة لمكافحة تنظيم داعش، كانت أيضا فرصة للاستماع إلى دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس وزراء العراق عن التطورات في عمليات الموصل، وأيضا الاستماع إلى التصور ورؤية العراق في مرحلة ما بعد تحرير الأراضي العراقية. وهذا مبعث يعني سرور أن نقدم الدعم للعراق الشقيق في هذه الظروف الصعبة، حريصين على أن يعني تكتمل هذه الرؤية العراقية في الأمن والسلم في المناطق المحررة، وعودة سكانها إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وتوفير كل المتطلبات للعودة إلى مناطقهم. أيضا اليوم كان في خلال هذا المؤتمر المجموعات المسقرة فيما يتعلق في مكافحة التمويل الإرهاب والاستقرار والعمل الإنساني ومكافحة المقاتلين الأجانب ورسائل التطرف. فكل هذه يعني فيها تقارير عن عمل هذه اللجان، ونحن بالكويت سعداء أن يكون لنا يعني مساهمة ومشاركة في استضافة 6 مجموعات عقدت في دولة الكويت، كان آخرها الأسبوع الماضي. أيضا دور الكويت في العمل الإنساني سواء فيما يتعلق في العراق أو سوريا، ومحاولة تخفيف الأعباء الكبيرة اللي نتيجة لهذه الظروف يعاني منها المواطنين ونزوحهم واحتياجاتهم الكبيرة وتخفيف معاناتهم. فكل هذه اليوم كانت فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر ووضع الاستراتيجيات المناسبة في المرحلة القادمة.